فإذا الآن لدينا موضوع جديد هو السينجولار. السينجولار ماذا يعني؟ السينجولار يعني الأحادي. ماذا يعني الأحادي؟ يعني صفحة الشيء الأحادي، العنصر الأحادي. يعني في مثلا المدونة هنا لدينا مقالات، جيد، ليس فيها شيء واحد، فيها أكثر من شيء، فهذه ليست صفحة عنصر أحادي. صفحة العنصر الأحادي التي تعرض شيء واحد فقط، فمثلا صفحة المقالة الواحدة، صفحة الصفحة الواحدة، صفحة المنتج الأحادي، صفحة الكورس الأحادي، صفحة الدرس الأحادي. طبعا هذه الكلمات التي أنا أقولها ليست موجودة بشكل افتراضي بكل المواقع، لكن الافتراضي لدينا بكل المواقع أن لدينا مقالات ولدينا صفحات. فإذا الشيء الأحادي سيكون صفحة ومقالة. فإذا عدنا إلى هنا، لاحظوا الشيء الأحادي يعود لإندكس، فإذا كان غير موجود يفترض أن يعود لإندكس، لكن فعليا بالنسبة للمقالات فيتم التحكم فيها أغلب الأحيان من سينجل، وبالنسبة للصفحات يتم التحكم فيها أغلب الأحيان من بيج. طيب مرات المقالات نفس الصفحات فتتم خدمتها من قالب موحد اسمه سينجولر، جيد، لكن نحن الآن سنخدم، نحن خدمنا في القبل، يعني نحن دعمنا السنجل ودعمنا البيج بهذا الشكل، وأيضا تعلمنا نحن في وقت سابق الكاستوم تمبلتس. فإذا ليس الأشياء فقط الموجودة أنشأنا شيء مخصص مثل نورس تمبلت، هذا تعلمناه في وقت سابق. ونورس تمبلت لاحظوا هو يخضع أيضا للموضوع السنجلر، لاحظوا الكاستوم تمبلت ها هو، فالذي هو يكون بيج داش سلاج، أو بحالتنا لأن نحن قالب مكونات قمنا بإنشاء اسمه وأضفناه لثيم دوت جيسون وخدمناه بشكل صحيح، وأنا أقول خدمناه أقصد دعمنا، هذا ما أقصده. طيب الآن نحن أنشأنا صفحة للبيج وأنشأنا أيضا صفحة للسنجل، فإذا دعونا نراها. فإذا الآن لو أنا ذهبت لصفحة مثلا هذه المقالة، جيد، فإذا فعلا سيظهر لي الهيدر وهنا سيظهر لي التايتل والكونتنت، وهذا جزء من الديناميك تاجز التي أخبرتكم عنها في وقت سابق. بالنسبة للبيج، إذا ذهبت للبيج مثلا هذه البيج معاينة، لا ليست معاينة، أريد مثلا تحرير سريع مثلا وأكتب أنا أريد نشر وتحديث، هذا إذا قمت أنا بعرضها، إذا قمت بعرضها لاحظوا أيضا سيظهر لي العنوان الصفحة والكونتنت. فإذا الآن أنت يعني المحتوى، الآن أنت كمطور ما الشيء الذي يهمك؟ أنك ظهرت الأمور، ظهرت، بمعنى أنا لو عدلت على عنوان المحتوى سيظهر هنا، هذا هو الذي يهمني الآن. بالنسبة للشكل هذا بالمرحلة القادمة، لا يهمنا الآن. بشكل عام نحن انتهينا من كل القوالب، أنشأنا قالب، لاحظوا هذا قالب الصفحة يتم دعمه من الصفحة، تعاملنا معه وقت سابق، فمرة أخرى لنرى بالمحرر. فإذا بالمحرر هذا هو قالب الصفحة، وبالنسبة لي إذا عدنا للرئيسية عفوا ثواني، فهنا الرئيسية إذا ذهبنا نحن نريد أن نذهب للمدونة مثلا بالصفحات، دعوني أذهب للمدونة، فإذا هنا عرض المدونة وذهبت لمقالة هنا، فمرة أخرى سيعرض لي هذا التايتل والكونتنت، وبالنسبة لتحرير الموقع حتى أرى أي تمبلت تم تحميله فسيكون هو التمبلت السنجل الآن سنرى، أو سنجل بوست، جيد، أو المنشور الأحادي. فإذا هذه هي كل التمبلت الموجودة. الآن في القسم القادم سننشئ هيدر بسيط وفوتر بسيط، ونرتب الأمور أكثر بهذه التمبلت، وبالتالي يعني يصبح شكل الموقع مقبول أكثر من قبل، وثم نرى ما هي المستويات القادمة التي سنعمل عليها.